مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، ومعكم علواء معلق رياضي محمود بكر، وأحداث الشوط الثاني من لقاء نادي الإسماعيلي مع طلائع الجيش. انتهى الشوط الأول بتقدم الجيش بهدفين مقابل هدف في لنادي الإسماعيلي. أيضا في اتحاد الشرطة لازال اتحاد الشرطة متقدم بهدفين على بتروجيت، وأضاع بتروجيت هدف التعادل من ضرب الجزاء وطرد حارس مرمى اتحاد الشرطة. وانتهى الشوط الاول في اتحاد الشرطة هناك بتقدم اتحاد الشرطة على بتروجيت 2-1، ولكن اتحاد الشرطة هيلعب الشوط الثاني كله ناقص لاعب لطرد الحارس مرمى بتاعه لانفراد كان لبتروجيت وعمل فاول، فبالتالي القانون لازم يطرد. هنشوف ريكاردو اللي هيحول كسل لعبته في الشوط الاول الى ايه، هل هيستمر الكسل للاسماعيلي، وهل هيبدا نادي الجيش يعني انتشاره في الملعب كويس ومستغل الناحيه الدفاعيه الصفر للنادي الاسماعيلي في نص ملعبه. تاني مره اقول النادي الاسماعيلي صفر دفاعيا في نص الملعب، وعاطي فرصه كبيره جدا للاعيبه نادي الجيش هم يتنفسوا بدون ضغط عليهم، رغم ان الجيش مش عاطي فرصه للاعيبه الاسماعيلي في نص ملعب ان هم يتنفسوا. هل الموضوع ده ينتهي في الشوط الثاني؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. بتلعب الكوره وتروح لشوقي السعيد، بيضغط عليه عادل بلال، وتروح على طول الكوره على طول اماميه، تنزل عند حمد، يلعبها عرضيه هناك عند عادل بلال، يلم عادل ويضرب لخمه من صالح موسى. دلوقتي انا شايف صالح موسى هو اللي جه كان بيمين، هنشوف بالظبط الكينونه بتاعه صالح موسى ايه بالظبط، هل في حصل تغييرات في مراكز اللاعبين، ده اللي هنشوف. صالح موسى كان بيلعب باك شمال في الشوط الاول، هل هو جاي كده صدفه ولا ايه؟ نركز تاني مع صالح موسى، وجابها اليمين الشمال بتاعه نادي الاسماعيلي، والكره العرضيه وضربه ركنيه. ضربه ركنيه يطلعها اهو صالح موسى اللي جه ناحيه اليمين هنا، هنشوف مين اللي راح مكانه هناك ناحيه الشمال، وشوقي سعيد لازال ناحيه اليمين هنا، هنشوف برضو ايه بالظبط التغيير الخططي اللي عمله او يعني التكتيك اللي عمله ريكاردو. وضربه ركنيه للجيش تتلعب قصيره ودخل المنطقه و مصفر ايه، هنشوف سمير محمود عثمان شكله مصفر ضرب الجزاء ولا بيقول ايه، هنشوف بيقول لهم هقول لكم ايه. اهو ادي داخل على طول اسلام نبيل، وهو خد ضرب الجزاء من شوقي السعيد اللي اتنقل ناحيه الشمال. شوقي السعيد يبقى راح ناحيه الشمال رقم 5، واتنقل صالح مرسي الباك، صالح موسى الباك الشمال جه باك يمين. هنشوف ايه في اول نقله عملها ريكاردو، جاء منها ضرب الجزاء، يعني اول فكره عشان يصلح وضع مستر ريكاردو راح على طول جه ضرب الجزاء. شوقي السعيد عرقل اسلام نبيل، وادي مستر ريكاردو عاوز ياخد الطياره ولا ايه، ما عندوش الحميه، ما قامش من على الكرسي، الصراحه بتاعت ربنا يعني. ادي بيقول لي انا ما عملتلوش حاجه، بس بعد كده هنشوف عمل ولا ما عملش. دخل الراجل وعدى وماشي، وهل شده ولا عمل ايه، الكاميرا مش بتجيب بالظبط إيه الحكايه، انما مصفر سمير محمود عثمان بضرب الجزاء لطلائع الجيش في الدقيقه الثالثه او الدقيقه الرابعه من زمن الشوط الثاني، واللي هيلعبها شكله كده صلاح امين، واذا جاء الهدف الثالث هتصعب جدا على النادي الاسماعيلي. وميدو في نادي الزمالك والزملكاويه هسكت ماليش دعوه. المهم صلاح امين واحد لنادي الجيش، صلاح امين وسمير محمود
هدف كبيره جدا، هدف لصلاح كمال في الدقيقه 20 من الشوط الاول، تعادل جون انطوي في الدقيقه 24، اضاف صلاح امين هدفين في الشوط الاول، هدف في الدقيقه 37، وفي الدقيقه 4 من زمن الشوط الثاني احرز الهدف الثالث من ضرب الجزاء. حلمي طولان لازم نرفعه قبعه، مدرب بيبقى عارف وعاوز يعمل ايه. لو شفت التشكيل بتاع النهارده يختلف عن التشكيل بتاع الزمالك لكل مقام ومقال، لكن بقى 3-1-1 يقول هل المباراه خلصت؟ اقول له لا. هنشوف حلمي طولان هيخاف ولا الاسماعيلي هيعمل ايه؟ هنشوف. ثلاثه اللي لسه جاي من الشغل وبيستعد كده ولابس البيجامه وبيعمل كوبايه شاي استعدادا لنادي الزمالك، بقول له ان حلمي طولان او الجيش متقدم على الاسماعيلي بثلاث اهداف مقابل هدف في مفاجاه حتى الان، واحنا في الدقيقه 5 أو 6 من زمن الشوط الثاني، وهنكون كده الزمالكاويه في حاله ارتياح في اول عقبه النهارده. هل الاسماعيلي هيسيب الفرصه للجيش ولا الجيش هينتهز الفرصه ويهرب من القاع؟ وادي على طول الراجل ده بيطلع كده عاطل على باطل، شوقي السعيد، هنشوف ايه الحكايه بتاعته. تطلع الكوره ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لطلائع الجيش، وادي متشاطه ولمست واحد وطلعت ضربه ركنيه كان طالع شوقي السعيد فيها. تتلعب الضربه الركنيه للاسماعيلي وتتخطف وياخدها الاسماعيلي مره ثانيه على طول زيكو، تتخطف من زيكو، والجيش في اوج معنوياته وانتشاره في الملعب كويس، والاسماعيلي صفر دفاعيا في هذا اللقاء، نص الملعب صفر، لا بيضغط ولا بيخلص ولا بيعمل اي حاجه في نص الملعب النادي الاسماعيلي. عطي فرصه، ادي المباراه ماشيه كده. واحد يقول لي ليه طلائع الجيش يعني ماسك المباراه؟ اقول له طلائع الجيش بدا المباراه انه ضغط على الاسماعيلي وحرمه من السيطره اللي كان الاسماعيلي فيها مستحوذ على الكوره، ثم بعد كده مسك كرة في نص الملعب، وبعدين يعني ايه الاسماعيلي لازال مستأنس في نص ملعب، ما بيقومش بواجبه الدفاعي خالص في اي هجمه لطلائع الجيش بتشكل خطوره. الشكل العام للاسماعيلي هو المستحوذ نفس البدايه في الشوط الاول هي، ولكن ادي رقم 6 من نادي الاسماعيلي كريم مسعد، هنشوف هينزل مكان مين. كريم مسعد باين ده باك باك، هنشوف هيغير، هل هيغير صالح ولا هيغير او هيغير شوقي السعيد، ده اللي هنشوفه مع بعض. بيلعب باك ليفت، يبقى هيشوف هيشيل شوقي السعيد. الشكل العام كده، ادي شوقي السعيد رجع مكانه ناحيه اليمين مره ثانيه شوقي السعيد، وادي عبد العزيز يرجع الكوره للعش، والعش على طول يلم وماشي عاوز بطيء، بيتحرك بطيء كده، وتنزل الكوره ناحيه عبد العزيز. وعبد العزيز بصوا بقى، الجيش هو اللي بيحاول انه يفرض نفسه على الاسماعيلي بالضغط هنا، والاسماعيلي بيحاول انه يفلت بس بكسل. بص حضراتكم اهو، هل الاسماعيلي هيخترق ولا ايه بالظبط؟ ده اللي هنشوفه. هل الجيش هيقدر يستغل المساحات الواسعه في خط ظهر نادي الاسماعيلي ويخترق زي ما احنا بنشوف كده اهو؟ ده اللي هنشوفه برضه. وادي رقم 6 هينزل من نادي الاسماعيلي كريم مسعد، وهيطلع رقم 7 اللي ما شفناهوش خالص ابراهيم حسن. يبقى كريم مسعد هينزل، ادي كريم مسعد رقم 6، هنشوف استخدامه ايه في المباراه، هيبقى في نص الملعب ولا هيرجع باك، وشوقي السعيد يبقى في نص الملعب. نحط عينينا على فكر ريكاردو وهنشوف ايه الحكايه، واحنا بنلعب في الدقيقه 9 تقريبا، داخلين على الدقيقه 9 والجيش 3. واحد يقول لي صحح وضعك يا كابتن، اقول له لا، الجيش 3 والاسماعيلي 1. اسلام كمال في الدقيقة 20 من الجيش، وتعادل جون انطوي من الاسماعيلي في الدقيقة 24 من زمن الشوط الاول، اضاف صلاح امين هدفين في الدقيقة 37 من الشوط الاول صلاح امين، وفي الدقيقة 4 من ضرب الجزاء صحيحة يحط صلاح امين الهدف الثالث للجيش والثاني ليه. وادي اتعور تقريبا صالح موسى، اذا في ارتباك وهيطلع صالح موسى، وهنشوف هينزل مين مكانه. طلع قبل كده ابراهيم حسن ونزل كريم مسعد رقم 14 في الاسماعيلي عمرو السوليه، هينزل في نص الملعب، في لعيب
رقم 22 ايهاب المحص برضو طالع. الاثنين بطحوا بعض، دي بطحوا دي لغه اسكندراني خلي بالكم، هيفتحوا دماغ بعض. وعمرو السوليه هينزل، هنشوف هينزل مكان موسى صالح موسى ولا هنشوف ايه. لسه واقف بره عمرو السوليه، وتتلعب الكره تطلع بره ملعب. رجع شوقي السعيد باك يمين مره تاني، وهنشوف كريم مصعد هيروح فين. والراجل اتخبط في اسنانه ان شاء الله من الباكات كويسه صالح موسى، وهيطلع عبد العزيز محمود حمد هيطلع وينزل عمرو السوليه. عمرو السوليه رقم 14، يبقى تغييرات لانقاذ الموقف في نص الملعب. اذا صح الكلام، ريكاردو شاف نص ملعبه مفتوح، لا بيقوم بالواجبات الهجوميه ولا الدفاعيه، ودي كانت كلمه السر. وهينزل اول راجل بسطائيه اهو ايهاب المحص، وهينزل من اللعيبه الرجاله، كان بدايته في نادي الكروم. ويبقى نزل عمرو السوليه وطلع محمود حمد، ونزل كريم مسعد وطلع ابراهيم حسن. ويبقى كده تغييرين لنادي الاسماعيلي لضبط ايقاع الدفاعي والهجومي في نص الملعب بتاعه. رمي التماس لطلائع الجيش، و10 دقائق من بدايه الشوط الثاني، ورمي التماس لطلائع الجيش. اذا ممكن كريم مصعد هيروح باك شمال مكان صالح موسى اللي جه هنا قدام شوقي سعيد. هنشوف ادي عبد العزيز يلم عبد العزيز، وضغط عليه اسلام نبيل، وضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. تتلعب الكوره لنادي الاسماعيلي. طالما ان عظيمه ما جابلناش الشاشه مقسومه، يبقى لازال اتحاد الشرطه متقدم بهدفين على بتروجيت بهدف، واتحاد الشرطه بيلعب 10 لعيبه لطرد حارس مرماه من انفراد لبتروجيت وعرقله، وضربه الجزاء ضاعت. هجمه للاسماعيلي وتتلعب عرضيه، وعلى طول يطلع شوقي السعيد وتصويبه. ادي الجوان محمد بسام. هناك فرق، من يعني كبير جدا جدا. الكره دي لو دخلت ما حدش يلوم ابدا بسام، انما دخل الكورتين في محمد صبحي، وبسام دلوقتي طلع قنبله، لا تصد ولا ترد. الاسماعيلي فاق بعد التغييرات، هل فوقان يعني شويه كده وهيكمن تاني ولا ايه بالظبط؟ هنشوف. اذا الاسماعيلي حط هدف التاني ليه هتصعب على الجيش، لكن حلم طولان بيعرف هو بيمشي مباراه ازاي. ثلاث اهداف للجيش مقابل هدف الاسماعيلي اللي عمل تغييرات في نص ملعبه، وبدا يفوق في نص ملعبه بعد ما كان مدروخ طوال الشوط الاول، وهجمات مستمره من الاجنبي الاسماعيلي، وانكماش لنادي الجيش، وصفاره وفاول ولسه ما فيش حاجه، وتلعب الكوره ومخرج المباراه هناك ايه بيصور من القمر، جايب لنا اللعيبه شوف قد ايه. ادي شوقي اللي عامل مجهود كبير جدا، شوقي انما عفياجي يعني ما عندوش اللمسه اللي فيها نوع من المهاره، يعني هو مجهود جامد قوي قوي انما في نوع من العافيه، عشان كده مجهوده ما بيتسمش بنوع من المهاره، عنده قوه فقط وسرعه لكن عاوز حته مهاره. صدم في الراجل اهو، ادي موسى اهو اللي شاط الكوره اللي فاتت. اذا موسى طلع في نص الملعب، وكريم مسعد بقى باك هناك، يعني تغييرات فوقت فعلا نادي الاسماعيلي. كريم مسعد بقى في نص الملعب، وصالح موسى بقى باك شمال، وصالح موسى في نص الملعب. رجع شوقي السعيد مكانه، وادي مراقب المباراه مين ده يا جماعه، شكله مش غريب عليا، واللعب المتوقف طبعا. وبقول لحضراتكم المصري لازال متعادل مع المنيا تقريبا 0-0، دي مفاجاه كبيره جدا. فرقه المنيا يا جماعه ذنبها في رقبه الاداريين بتوعها ومجلس اداره، فرقه كويسه جدا، غيروا حوالي 8 مدربين، ومع هذا بتادي كره حلوه قوي الصراحه يعني. وادي اول او ثاني تغيير لطلاع الجيش رقم 14 احمد قطاوي بيستعد عشان ينزل. هنشوف قطاوي هينزل مكان مين، هل هينزل مكان اللي اتعور 100% مكان ايهاب المحص، ده اللي هنشوفه مع بعض. مباراه فيها صراع، صراع مقدمه مع صراع مؤخره،
ما هو اثنين مدربين، حلمي طيران لازال كسب الجوله حتى الان باداء ونتيجه وثلاث اهداف في مرمى الاسماعيلي مقابل هدف في مرمى الجيش، والاسماعيلي مسيطر والجيش انكمش، وشوقي لازال بيلعب بفتونه شويه، وانما تتلعب الكوره هنا الخطوره. بص حضراتكم لما الجيش بيمسك الكوره هنا الخطوره، انتشاره بيبقى كويس والهجمات، انما ما فيش صلاح امين مش من اللعيبه الصراع اللي تعتمد عليهم، انما شويت مساحات كبيرة جدا في خط ظهر نادي الاسماعيلي. اذا النادي الاسماعيلي هو المستحوذ وانكماش لطلائع الجيش في نص ملعبه، واحنا لسه بدري قوي قوي في الدقيقة 15 المباراة بتقلب، لو الاسماعيلي جاب هدفه الثاني الجيش ممكن يعني ايه يروح منه مباراة، لازم الجيش يلعب وهو يعني يحط اهداف تانية، لان الاسماعيلي بالشكل ده يبقى على اعتاب يعني هدف الثاني وبعدين المباراة تروح من الجيش. هنشوف هل الجيش يدافع بصلابة ولا بيحط هدف، ولا الاسماعيلي فعلا فاق الاسماعيلي بعد لما كريم مسعد راح ناحيه الشمال وطلع موسى في نص الملعب ونزل يعني طلع ابراهيم حسن ونزل عمرو السوليه، بدا نص الملعب زي ما حضرتك شايفين كده يبقى ملك للاسماعيلي، لكن الناحيه الدفاعيه اهو بدات تفوق في الاسماعيلي برده عنه في الشوط الاول بكتير جدا، اهو الاسماعيلي بدا يصطاد الكرات وما يسمحش ابدا للجيش انه يبني هجمه، ده كان مفقوده خالص للاسماعيلي في الشوط الاول، كان الجيش هو اللي بيقطع ويبني الهجمه، والكره العرضيه وضربه راس ضعيفه في ايد محمد بسام وهيرقد رقدته الطبيعيه وشكله بقى وحش قوي وبيرقد بدري قوي، الرقدان ده مثلا في الوقت بدل الضائع والكلام، تعرف لو في جمهور يعني هتبقى شكله وحش قوي، حلمي طلال لازم يقول له على الحكايه ديت، لان مش كل مره تسلم الجره، وادي واقع لعيب على الارض من نادي الجيش. وبص حضراتكم المفروض اللعيب ملوش دعوه الخصم، المفروض ملوش دعوه الخصم، علاء اسلام نبيل اهو، اسلام نبيل اهو، يعني المفروض الحكم يبعد ويحمي اسلام نبيل، هيطلع طبعا هو بيضيع لك وهينزل القطاوي، يبقى هيطلع اسلام نبيل وهينزل احمد قطاوي، احمد قطاوي نزل، يبقى في تغييرين اهو، كل فرقه عملت تغييرين، محتفظ التغيير الثالث، والمصري تقدم على المنيا بهدف لا شيء واحد، المصري لا شيء المنيا، ونزل قطاوي اهو وطلع اسلام نبيل، وثلاث اهداف للجيش ومقابل هدف ل الاسماعيلي، ادي اهو هدف المصري وحلو، ولا تصد ولا ترد طبعا، تتلعب كوره ماتشات بقت نار 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 اهو، تتلعب كوره وتصويبه، الهدف الاول لنادي المصري في مرمى المنيا، وعلى فكره المصري عنده 18 نقطه محتاج لاي نقاط، هنا عندنا في استاد الاسماعيليه الاسماعيلي على عكس المتوقع، الطلائع متقدمة عليه بثلاث أهداف مقابل هدف، ريكاردو عمل تغييرات لإنعاش خط الوسط، إنما انكماش لطلائع الجيش ودفاع بقوة، وهنشوف حلمي طولان بيدير المباراة على الخط وريكاردو قاعد على الدكة، حاجات غريبة جدا، ده نتاج المدربين الأجانب اللي بيجوا يتفسحوا في الشمس بتاعتنا، وتتلعب ضربة المرمى أمامية، وأدي التصويبة اللي فاتت ديت لنادي الإسماعيلي، تتلعب الكورة وتروح لل طلاع الجيش نص الملعب، عندهم بيقوم بالوجبه بالهجمه كويس، بيلاقوا بعض زي ما حضرتك شايفين، ادي اسلام وادي رائد منسي هناك، تتقطع كوره خلاص الاسماعيلي بقى في بقى عنده ناحيه دفاعيه في نص الملعب ومستغل الجبهه الشمال هناك وماشي، والكره العرضيه وضرب لخمه وهيسيبها تبقى ضربه ركنيه، الاسماعيلي غير الاسماعيلي اللي شفناه في الشوط الاول، ولما عمل تغييراته ادي الراجل صالح موسى، الراجل دفع بالباكات بتاعته على اساس بقى نظام هيجان، فصالح موسى طلع قدام ولعب خط النص، وادي الضربه الركنيه، الملعب بقى فيه ظل كده، فبدات الكرات ايه ما تبانش لما تعلى تنزل على طول لحسني عبد ربه يعليها داخل المنطقه، يطلع اسلام جمال بدماغه وتنزل، هنا الخطوره على الاسماعيلي، انما خلاص الاسماعيلي نص ملعبه بيدافع كويس دلوقتي، وتوصل الكره والعرضيه الحلوه قوي وداخل جامد قوي شوقي السعيد وتنزل وصفاره، شوقي السعيد داخل وهايس، انما لازم عاوز شويه عقل، بيطلع فوق جامد قوي ولكن وعاوز بيعدي بسرعه جامد قوي، بص حضراتكم الكرات اهي تطلع كرة وعلى طول تطلع، ده عبد العزيز
وتطلع كوره بره الملعب. 19 دقيقه من زمن الشوط الثاني، لازال طلائع جيش متقدم بثلاث اهداف، ولازال اثنين جرحى حرب قدامنا، يعني ايهاب المحص ولابس الطاقيه عشان اتبطح، وكمان قدامنا الراجل قوي جدا صالح موسى اللي اتعور في شفته، والاثنين بيلعبوا وهنشوف ايه النتيجه. والفريقين غيروا التغيير بتاعهم، وبالتالي المدربين ما يقدروش يغيروا، لان التغيير بتاع ريكاردو تغيير لازم حتمي عشان يظبط نفسه. ادي كريم اللي بقى الشمال، وفي نص الملعب الدفع صالح موسى، واللي عمل انتعاشه شويه في نص الملعب وبيكمل مع المهاجمين. وادي تغيير طلع اهو، طلع صالح موسى، خلاص الراجل ما عندوش حاجه يبكي عليها، وهينزل رقم 25 من الاسماعيلي كوفي هينزل اهو. اذا تغيير هجومي، الراجل ما عندوش حاجه يعني يبكي عليها. كوفي اهو نزل رقم 25، وهنشوف ايه بالظبط كوفي مع جون هيعملوا ايه مع يعني زيكو. اذا الراجل بيغامر خلاص، ما عندوش. ادي ريكاردو اهو بيعمل ايه، قال لك اما لعب ثلاثه فراوده اللي راحت لجات، بقى اصبح دلوقتي في جون انتوي وكوفي و محمد زيكا، ثلاثة قوة ضربة، هيوزعهم ازاي؟ حلمي سليمان حلمي طولان هيأخر، حلمي سليمان ده كان زميلنا لما خدنا الدوري العام الله يرحمه، يعني هيشوف حلمي طولان مع الطوفان بتاع النادي الإسماعيلي، ولكن طوفان مش بتركيز، يعني تحس كده الدراويش مش دراويش، مدرسة الدراويش قافلة خالص، ولكن كلها معافرة بتلعب بالسمعة. وضربة حرة مباشرة لنادي الاسماعيلي، وحلوه قوي، ملعوبه كويسه من حسن عبد ربه للقوي والفتوت البار، يعني شوقي لعيب جامد قوي، انما لو حط سنه عقل في الكرات اللي بيروح لها ممكن بيروح ويطلع، انما في اللمسه الاخيره فيها عافيه، الكره مش عافيه. ضربه مرمى لطلائع الجيش. 21 دقيقه من زمن الشوط الثاني، 3 الجيش 1 الاسماعيلي. ولما عزيمه ما يجيبش حاجه في استاد اتحاد الشرطه يبقى لازال اتحاد الشرطه متقدم على بتروجيت بهدفين لشيء لهدف، واتحاد الشرطه بيلعب 10 لعيبه لطرد حارس مرمى اتحاد الشرطه في الشوط الاول بعرقله في انفراد وضرب الجزاء لبتروجيت في الوقت الضايع ويضيعوها. وعندنا هنا الاسماعيلي مكشر على انيابه، بس تكشيره من غير انياب. ادي الراجل جون انتوي شاط واحده كده تعبانه تروح تعبانه ايضا لمحمد بسام. المنيا الاتحاد المصري متقدم على المنيا بهدف. ما تنسوش في بقى معركه تانية خالص الساعه 6 النهارده، هنزعها لكم برده، يعني ما بين الزمالك والقناه. تتلعب رميه التماس، و الجيش بيلعب في نص ملعبه على اساس يتقي شر الاسماعيلي، والاسماعيلي بدا ينطق بس ما فيش خطوره خالص منه. وادي فاول، على حسني عبد ربه ضد احمد قطاوي. ايهاب المحص وضربه حره مباشره يلعبها على طول لرائد منسي، لكمال، لرائد منسي بيستقبلوا الكرة كويس. بص الاسماعيلي في الشوط الاول ما كانش بيهاجم ابدا في نص الملعب، كانوا جنتل. الشوط الثاني لما حسوا بالخطر وعملوا التغييرات بداوا يضغطوا في نص الملعب. وادي كوره، وادي صفاره بيعمل مجهود زياده ومضاعف. الكوره ده لو حد خده وايفه كده بهدوء، عنده قوة وسرعة، بس ايه امتى ابقى قوي امتى ابقى سرعة، يعني ايه مش على طول قوة وسرعة قوة وسرعة، على العطل على الباطل، فبيضيع مجهوده. دي لقطات معادة تقريبا من الشوط الاول، لان الراجل بتاعهم طلع ايده. تتلعب الكورة وتنزل، ولازال اسماعيلي محاصر طلائع الجيش في نص ملعبه لكن بلا خطورة، ولازال الجيش بيدافع بوعي دفاعي كويس. و24 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وثلاث أهداف لطلائع الجيش مقابل هدف لنادي الإسماعيلي.
وتنزل الكرة على حدود المنطقة. هل هنشوف ضربات جزاء للنادي الإسماعيلي؟ والكرة العرضية بره الملعب، ضربة مرمى لطلاع الجيش. في لعيب واقع على الأرض من القطاوي اللي لسه نازل. يبدو ان هو اصطدم. النهارده حلمي طولان نزل محمد حسن يوسف، نزل احمد قطاوي وناقص له تغيير. ريكاردو نزل عمرو سوليه، ونزل كريم مسعد، ونزل كوفي. ثلاث تغييرات عملها ريكاردو. طبعا مش في عرف الكوره، ويعني هو بيجازف الراجل. اذا يعني قليل قوي المدربين. كان مستر جوزيه في الاخر خالص، بس كانش كده، بس كان عنده حظ. جوزيه كان ساعات الماتش يتأذي منه يروح رامي غيط حمام تروح جايه معاه بصراحه. يعني ما هي مدرب لازم يكون عنده توفيق وعنده حظ. اي مدرب من غير حظ ما يبقاش يعني يبقى ما يحققش نتائج. لازم يبقى عندك سنه حظ. تتلعب الكوره وتنزل في نص الملعب، واثنين غرابين هناك قاعدين راقدين ناحيه الشمال كده، كل شويه يطيرهم. يعني الحته دي ما حدش بيجي فيها خالص من نادي اسماعيل. وادي كوفي، وادي كوفي اللي نزل. يبقى كده مستر ريكاردو فتح خط هجومي بثلاثه، كوفي ناحيه الشمال، وجون انتوي ومحمد زيكا في العمق، وراهم حسن عبد ربه، ولا زال اسلام جمال ومحمود حمدي ورائد منسي صامدين قدام الاسماعيلي. وتتلعب الضربه ركنيه وضربه راس يطلعها من داخل المرمى مره ثانيه الاسماعيلي، تخبط وتطلع فرصه هدف لنادي الاسماعيلي في الدقيقه 26. يطلعها الباك اليمين رائد منسي، تنزل وتروح مره ثانيه. المباراه بتروح كده لصالح الاسماعيلي. يعني الاسماعيلي لو جاب هدف ثاني يعني ممكن المباراه تروح من الجيش. هنشوف ايه الحكايه بالظبط. تتلعب الكوره وتتخطف. شفتم الاسماعيلي لما اتغير خط وسطه وبدا يضغط الصعب، بدا هجمات لطلاء الجيش وبدا يوصل لغايه هنا، وتطلع كوره بره الملعب. مخرج المباراه بتاع الاسماعيلي كان بيقرب الصوره في الشوط الاول وكان جميل قوي. ما تعرفش الشوط الثاني بيلعب بكاميرا واحده او اي حاجه، ساعات الكاميرات بتبوظ عنده فبيلعب بكاميرا او اثنين. ادي الضربه ركنيه، وادي القايم اللي شال هدف اكيد الثاني لنادي الاسماعيلي. تتلعب الكوره والاسماعيلي بيحاول انه يحرز على الاقل الهدف الثاني عشان يجيب الثالث. والجيش صامت حتى الان، لم يتقدم عن نص ملعبه في الشوط الثاني خالص. في الشوط الثاني وتتلعب الكوره، وادي فاول وصفاره وضربه حره مباشره، والعصبيه كده راكبه اللعيبه. عادل بلال الباك الشمال خد فاول او في اوفسايد تقريبا، ضربه حره غير مباشره لطلائع الجيش. ادي الراجل اهو بيقول القوه اهو. بص بص ازاي على طول ضربه حره مباشره عادل بلال على طول اماميه هناك. وادي الغربان يعني عامله زياده عددية مع الاسماعيلي، يعني غريبه جدا. تتلعب الكرة وتنزل، لو المباراة هنا في نص ملعب الاسماعيلي مش هتلاقي حاجة خالص، إنما الغربان بتدل على أو بتشير إلى أن الإسماعيلي مهاجم طول الشوط الثاني، وأن الجيش ما وصلش في الثلث الأخير لمرمى الإسماعيلي على مدار الشوط الثاني غير ساعة الدقيقة الرابعة لما جت ضربة الجزاء، ثم خلاص اكتفى حلمي طولان بكده رغم أن كده خطر عليه قوي. وإحنا في الدقيقة 28 يعني من الشوط ال 26 من الشوط الثاني، وثلاث اهداف للجيش وهدف للاسماعيلي. وقربت اهي، وادي زيكا يصفر، وعلى على الجيش لازم ياخد باله. قربت اهو، بيقول له ما عملتش حاجه. كابتن قطاوي بيقول له ما عملتش حاجه واداله انذار، انذار لقطاوي. لازم يقوم حلمي سليمان، حلمي طولان، ويقول لفرقته خلي بالكوا اي لمسه هتبقى ضربه جزاء، اي فاول هيبقى اي وبتاع. هيتشوف تغيير، هنشوف تغيير للاخير للجيش. رقم سته سعد محسن هينزل مكان مين؟ خليك يا اسلام خليك. سعد محسن هنشوف مين لسه ما نزلش، غيروا رايهم. وضربة حرة مباشرة لنادي الإسماعيلي على حدود المنطقة. طبعا وأنا مغمض كده هقول حسني عبد ربه.
وضربة حرة مباشرة تأجل التغيير. ادي حسني عبد ربه و29 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وداخلين على الدقيقة 30، 3 الجيش وواحد الإسماعيلي، وضربة حرة مباشرة لنادي الإسماعيلي وحسني عبد ربه. حسني عبد ربه وضربة حرة مباشرة، وصفر سمير محمود عثمان، وحسني عبد ربه بيحط كل خبرته في هذه الكرة، إنما تخبط في الحيطة وبيلحقوها وتتلحق الكورة، تتلحق على طول وتروح عند ناحية الشمال هناك عند إسلام، وتعلى مرة تانية وتنزل، والمباراة ما تلزش خططيا غير فيها كر وفر، وأهو زي ما حضرتك شايفين في كر وفر ومحاولة إضافة هدف التاني للإسماعيلي ومنع من نادي الجيش، ولكن المباراة ما فيهاش نوع من الإثارة. ادي هجمه مرتده لطراء الجيش، هجمه مرتده وفاول ضد صلاح امين، وضربه حره مباشره لنادي التغيير. بقى هينزل هيطلع رقم 10 اسلام كمال، وينزل رقم 6 سعد محسن. تغيير دفاعي لحلمي طولان. التغيير الثالث لكل فرقه عملت الثلاث تغييرات بتاعتها خلاص. التغييرات بتاعت الاسماعيلي عمل انضباط دفاعي في نص الملعب، واضاف كوفي عشان ناحيه هجوميه، لازم يعمل كده الراجل، بس عمل بدري. حلمي طولان خلاص ضبط نص ملعبه تاني دفاعيا، طلع اسلام كمال ونزل سعد محسن، وكان طلع اسلام نبيل واحمد قطاوي. مع مرور الوقت حلمي طولان بيرمي غيه الحمام الدفاعيه بتاعته، و 31 دقيقه من زمن الشوط الثاني، و 3-1 لصالح الجيش، وضربه ركنيه لنادي الاسماعيلي طلعها على طول عادل بلال، وتنزل في نص الملعب، وصفاره وفاول وضربه حره مباشره لنادي طلائع الجيش ضد حسن يوسف. طلائع الجيش ما عندوش اللاعب الفرد السريع، لو عنده واحد زي بوند كده في نادي البتروجيت كان ممكن جدا يستغله حلمي طولان، ما عندوش لعيب سريع، فبيضطر يعمل الهجمه، بيجوا مع بعض كلهم، فبتبقى فيه صعوبه دلوقتي على ان هو يقدر يوصل الى مرمى النادي الاسماعيلي، لان الاسماعيلي زي ما بقول لحضراتكم افتكر ان في ناحيه دفاعيه لازم يقوم بيها اللعيبه. في الشوط الاول كان ناسيها خالص، الشوط الثاني عاملها، بس كان بعد ايه؟ بعد الجيش ما احرز الثلاث اهداف بتوعه مقابل هدف لنادي الاسماعيلي. تتلعب الكوره ويخطفها اسلام جمال، وتطلع زي ما حضرتك فيه كده، الكوره تطلع نص الملعب يلمها الاسماعيلي وتروح مره ثانيه، ورغم وجود ثلاث فراوده في الاسماعيلي، كوفي وجون وزيكا وراهم حسن عبد ربه، انما لا زال طلائع الجيش يعني بتغييرات حلمي طولان مقفل عليه جامد قوي اهو زي ما حضرتك شايفين، وناجح حلمي طولان في انه يقفل صح جدا، وبيحاول انه يعمل هجمه مرتده، انما بتيجي لغايه هنا وتتقطع، وترجع الكوره ثاني من العش لسامي، بقالنا فتره ما قلناش عش ولا سامي، ودليل على ان كل اللعب عند اسلام جمال ومحمود حمدي، ولكن من غير خطوره على بسام، والاسماعيلي عنده سوء حظ في كوره ارتدت من الايم. تتلعب الكوره وهجمه، وتتلعب على طول، اللياقه البدنيه بيشد في عضلاته، هنا بيحاول اسماعيلي يعمل الهجمات. ادي القطاوي يعمل هجمه، انما يتضغط عليهم وتتخطف، ياخدها الاسماعيلي مره ثانيه. دفاع في نص الملعب عامله الجيش حلو قوي، والاسماعيلي بيحاول يخترق من الطرف الشمال، فتح ريكاردو الملعب من الشمال وعشان خاطر يفتح دفاع الجيش، انما الجيش لازال يعني مقفل مظبوط جدا جدا، وادي تصويبه وضربه مرمى لطلائع الجيش. هل الوقت يسرق مستر ريكاردو؟ ده اللي هنشوفه. ادي تصويبه وادي ضربه المرمى، تصويبه حلوه على الفكره، وضربه مرمى لطلائع الجيش. تتلعب ضربه المرمى، العش يسقطها وترجع لسامي، ورحلة هجوم للنادي الإسماعيلي، لكن ما فيش اختراق لدفاع نادي الجيش، لأن بص حضراتكم الجيش صحيح بيلعب ناحية دفاعية بس مترصص صح. في حلمي طولان مع مرور الوقت رمى المدافعين اللي في نص الملعب اللي بيقدروا يهاجموا هنا، ومانعين
ادي سوليه عمرو بص حضراتكم مانعين الاسماعيلي ان هو يخترق في التلت الاخير من دفاعاته. شوقي السعيد ورمي التماس يلعبها وياخدها مره تانية وتنزل لعمرو تخبط وتبقى رمي التماس للاسماعيلي مره تانية. عمرو شوقي السعيد ورمي التماس تتلعب وضغط بقتاليه من طلائع الجيش وبعدين الثلاث نقاط ديت لو خدهم حلمي طولان يعني هيبقى عنده 18 نقطة وتبقى دخل يعني دفة جامد قوي في عنده لسه ثلاث لقاءات مع وادي دجلة وحرس حدود والمنيا ولقاءات جامدة زي ما عدا المنيا. إنما النهاردة حلمي طولان بيسطر كعهده يعني أنا بقول يا جماعة أنا مدرب كويس بس حظ وحش هذا الموسم. على طول كوفي بيرقص ويلعب الكرة العرضية وتخبط وتطلع بره الملعب. الاسماعيلي بيحاول انه يحرز على الاقل الهدف الثاني لعل وعسى وطلائع الجيش المتقدم بثلاث اهداف مقابل هدف الاسماعيلي بيقول له لا ونجح الجيش انه يفرض نفسه في هذا اللقاء سواء في الشوط الاول لما خطف هدف لاسلام كمال في دقيقه 20 ونجح جون انطوي في دقيقه 24 بهدف تعادل. كان الجيش كان افضل من ناحيه الشكل العام في الملعب والهجمات وبناء الهجمات والاسماعيلي كان ما فيش ناحيه دفاعيه خالص ولا انسجام في نص الملعب. صلاح امين في الشوط الاول اضاف هدف فجاه كده في دقيقه 37 ثم اضاف هدف من ضرب الجزاء في دقيقه 4 من الشوط الثاني. مستر ريكاردو عمل تغييرات في نص الملعب نزل كريم مسعد وباك شمال ونزل عمرو السوليه في نص الملعب وطلع ابراهيم حسن ويعني نزل كوفي وعمل شويه تغييرات كده شكلها هجوم. انما تميز نص الملعب لازال بتكلم ان الاسماعيلي تميز في الشوط الثاني بالضغط واستخلاص الكرة ولكن مش عارف يبني هجمه. واحد يقول لي ليه؟ اقول له عشان خاطر يعني ان الجيش بيلعب جيم دفاعي كويس جدا حتى الان. اول مره نشوف الجيش في الحته ديت بعد 36 دقيقه من زمن الشوط الثاني و تتنقل الكرة واول مره نلاقي فتح الجيش فتح خطوطه. انما لا في فرق اللياقه بقى لازم نتكلم بقى ايه في الاصول. في فرق اللياقه في الجيش لصالح الجيش عن الاسماعيلي في الانقضاض في السرعه وهنشوف. ولكن الاسماعيلي بيجيب الكرة من الخلف الان زي حضرتك شايفين كل مره هنا وترجع تاني. هل الاسماعيلي هيحاول؟ هل هتيجي ضربات حره؟ هل هيبقى في ضربات جزاء؟ ما تعرفش ايه اللي هيحصل لان عم ريكاردو قاعد والراجل قاعدين جنبه مخصمينه طبعا. طب ايه فايده المدرب الاجنبي اللي لما امشي من على الدكه ويبدا يقوم زي ما كان مستر جوزيه وكان في مدربين اجانب صحيح انما ريكاردو ما تعرفش يعني قاعد هل هو يعني بيستعد للرحيل؟ هل هو مش منسجم؟ هل ده ما عرقش يا راجل؟ تتلعب الكوره وتنزل وتروح للجيش المجتهد وكرة طويلة أمامية هناك عند الغربان اللي بتشال هناك ده لحظات غريبة مصممة غربان رياضية وتعدي الكورة وتعدي الكورة والعرض. أيوة لك حق يا عم صلاح أمين يا عم صلاح أمين. حلمي طلع هيقول له كده يعني لازم المنظرة يعني الهدف الرابع بلع هدف الرابع مرعوبة ومخترقة اهو الراجل مخترق اهو مخترق وعامل على صدرك وقوله هحط لك فين. انما عاوز يعمل فيها طاهر ابو زيت ما جاتش فممكن لعبة زي كده وانت في الدقيقة تقريبا يعني 38 39 من زمن الشوط الثاني ممكن جدا تقلب المباراة. بس تقلب فين؟ مع فرقة عندها حمية ولكن الاسماعيلي ما عندوش الحمية النهاردة. فرصة هدف رابع في أول اختراق ومن أول محاولة هجومية. إذا لازم نقول الصراحة حلمي طولان حتى هذه الدقيقة وهي الدقيقة 39 من زمن الشوط الثاني وهو متقدم بثلاث أهداف على الإسماعيلي بهدف إن هو صاحب اليد العليا في شكل المباراة صاحب اليد العليا في خطف الثلاث نقاط وثلاث أهداف ومستر ريكاردو عجز إنه يخترق النهاردة وعجز إنه يشكل عليه أي ناحية خطورة في المباراة حتى الآن ولكن حلمي طولان هو اللي شكل عليه ناحية خطورة من الهجمات القليلة وأيضا نجح إنه لغاية دلوقتي يفرض حصار دفاعي إنه يبطل كل المحاولات الهجومية اللي عاملها النادي الإسماعيلي بفضل إيه؟ الانتشار الجيد كويس جدا من خط وسط خط الدفاع واللياقه البدنيه بتاعه طلائع الجيش المتفوق بيها على النادي الاسماعيلي.
39 دقيقة و14 ثانية، وثلاث أهداف للجيش مقابل هدف لنادي الإسماعيلي. وطالما محمد عظيمة مخرجنا النهاردة يعني ما جابش الصورة بتاعة اتحاد الشرطة، طب قول لنا طمنا يعني كونوا أهو الراجل على طول. لازال اتحاد الشرطة متقدم بهدفين مقابل هدف هناك. الدقيقة كام؟ قولوا لنا. وادي القماش بيقول له بص ما تضيعناش مش عارف إيه وإيه وإيه. الراجل اللي نازل ده عنده قوة وسرعة وهداف بيرموه دايما في آخر المباراة، بيجرجر وراه مدافعين. الاتحاد الشرطة 2 وبتروجيت 1 وطلائع الجيش 3 والإسماعيلي 1، ومحاولات مستمرة من الإسماعيلي إنه يخترق وما فيهاش حاجة خالص، وتتخطف ياخدها أميسة وعنده فكرة كويسة. بصوا يعني موقف صلاح أمين هناك ويخش صلاح أمين ومعاه سامي. صلاح أمين لعيب كويس بيعطل الكرة خططيا وبيخترق وبيقولوا له اتفضل بص حضراتكم ما حدش ضغط عليه، ما فيش إلا الغربان جوه خط وسط فيه غير غرابين اهو، حاجه غريبه جدا. دول رياضيين تتلعب الكوره وده فال وحش على فكره، وراقدين في نص ملعب الاسماعيلي، تتلعب الكوره وتروح الكوره بره ورا على طول لمحمد صبحي. اول مره نقول محمد صبحي في الشوط الثاني من كره صديقه جايه له من المدافعين، و40 دقيقه من زمن الشوط الثاني، وطلائع الجيش 3 والاسماعيلي 1، وصفاره من محمود عثمان وفاول لجون انتوي لعل وعسى، وضربه حره مباشره للنادي الاسماعيلي. لو الاسماعيلي حط الهدف ده هتشوف خمس دقائق يعني مباراه ثانيه خالص من الكر والفر والدوشه. محمود سمير محمود عثمان بيرشق فاولات وضربه حره مباشره للنادي الاسماعيلي. اللي الدراويش النهارده الصراحه مش هم الدراويش خالص، و تلك النتيجة حتى الآن يسعد بها نادي الزمالك، وأيضا بدرجيت المغلوب، وفرصة كانت كبيرة جدا إن الإسماعيلي على ملعبه إنه يعني يقدر يمشي ويضمن دخول في منطقة. إنما حلمي طولان مدرب قدير وكويس حتى الآن في الدقيقة 41 متقدم بثلاث أهداف مقابل هدف الإسماعيلي، وضربة حرة مباشرة وحسني عبد ربه والحائط وشكوى من البعد على 10 ياردات، وسمير محمود عثمان بيوقفهم، وضربة حرة مباشرة للنادي الإسماعيلي. لو جت هنشوف مباراة تانية خالص ما بين الفرقتين، وحلوة حلوة حلوة جابها جابها أخيرا، لا تصد ولا ترد، لا تصد ولا ترد يعني حسني عبد ربه. حسني عبد ربه في الدقيقة 41 يحط هدف تاريخي بالنسبة له أهو. حسني عبد ربه بيقول أنا أهو، بس قلت في الدقيقة 41 من زمن الشوط الثاني. حلوة 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 حلوة، والراجل إيه رايح بيقول لها في عرضك بسام ما تقدرش تعمل فيها حاجة أبدا. 3-2. عاوز أشوف حلمي، أشوف حلمي طولان دلوقتي. عموما المشكلة في مش في إن الإسماعيلي يجيب الهدف الثالث في الثالث برضه ضرر ليهم هما الاثنين. المباراة حلوة جدا جدا، تغييرات مستر ريكاردو وتعديل في خط وسطه وضغطه وحلم طولان انكماشه، وضربة حرة مباشرة في الدقيقة 41 من زمن الشوط الثاني يحطها باقتدار حسني عبد ربه تشعل فتيل المباراة. وهنشوف ما يسفر عنه هذا اللقاء اللي الفرقتين يعني الجيش عامل ماتش كويس قوي، والإسماعيلي في الشوط الثاني فقط عمل ماتش كويس قوي من ناحية السيطرة ومن ناحية الاختراقات الضعيفة، ولكن مصمم ونجح ريكاردو بالطريقة البرازيلية انه يرمي ثلاثة فراودة خلى حلم طولان ياخدهم ويرجع بيه ورا على حدود منطقة الجزاء. وبالتالي صلاح أمين لو جاب الهدف الرابع كان خلص المباراة، انما هو يعني هنشوف الهدف الثاني لأحراز إسماعيلي هل هيني بيه المباراة كده؟ هل إسماعيلي هيتعادل؟ الإسماعيلي لو يتعادل برضه مش لصالحه التعادل ولا لصالح الجيش، وهنشوف ما يسفر عنه هذا اللقاء واحنا في الدقيقة 43 ونص من زمن الشوط الثاني في استاد الإسماعيلية. الجيش متقدم بثلاث أهداف مقابل هدفين للإسماعيلي، وفي اتحاد الشرطة حتى الآن اتحاد الشرطة متقدم على بتروجيت بهدفين مقابل هدف، والنور ولع عندي هنا. يبقى اما النور يولع يبقى الكابتن حلمي الكابتن احمد شبير جاي ومعاه هيئه محللي سي بي سي 2 كابتن حسن مسكاوي وكابتن ايمن يونس، وادي الماتشين قدامنا اهو على طول. بتروجيت لابس ابيض بتروجيت لابس احمر واتحاد شرطه لابس ابيض، وبيلعبوا 10 لعيبه طول الشوط
الثاني واتحاد الشرطه متقدم بهدفين. مختار حط وشه في الارض من مدربين مجتهدين جدا، ولكن المباراه شكلها هتضيع منه. طبعا سمير محمود عثمان هنشوف بقى هيحط كام دقيقه وقت بدل ضائع. انا احب المدربين اللي يقولوا للاعبتهم لما تكون انت بره ملعبك ولعبتك كل شويه تقع، بلاش الوقعه دي هتبقى بثلاث دقائق زياده، اربع دقائق زياده. هنشوف واحنا في دقيقه 44 من زمن الشوط الثاني، وطلاع الجيش ثلاثه والاسماعيلي اثنين، وهنشوف سمير محمود عثمان هيضيف قد ايه من الوقت البدل الضائع. والمباريات كده، المصري متقدم بهدف حتى الان، والجيش بيسطر تاريخ ليه، وادي الراجل بينزل اهو. رائد منسي عامل ماتش كويس، وحلمي طولان ايه الزمن، الناس تعرف قيمه الزمن دلوقتي، المدربين عارف قيمه الدقيقه او الثانيه ومش عارف ايه يعني الاجزاء من الثانيه دي. اتلعبت رميه التماس وثلاثه، خمس دقائق وقت بدل ضائع، بيعلن عنهم الحكم الرابع هاني امين، وهجمه لنادي الجيش، تتلعب الكره على جنب عند عادل بلال، تتلعب مره ثانيه عند صلاح امين، عامل ماتش كويس وعامل فرقه كويسه، انما يقطع على طول شوقي السعيد، وتتلعب الكره على طول اماميه. هل يبقى في ضربات جزاء؟ هل هيبقى في تعادل؟ هل ايه بالظبط؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. ادي كرة مع زيكو وعادل بلال، انما تتخطف من زيكو القطاوي ياخدها ويلعبها اماميه هناك بره الملعب، او ترمي التماس للنادي الاسماعيلي. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع، والكابتن حلمي طولان لكل حواسه بيحاول انه ينهي الخمس دقايق دي على خير، ونادي الاسماعيلي بكل حواسه بيحاول انه يتعادل الاول، والتعادل مش لصالحه ولا لصالح طلاع الجيش، ولكن اهو نقطه احسن من ما فيش، تنفع الاسماعيلي تضر الجيش، وتنزل الكره للنادي الاسماعيلي وتصويبه عاوز يشوف ويشوط، الله، وضربه مرمى لنادي طلاع الجيش. تصويبه وضربه مرمى لطلاع الجيش، وكوره قويه جدا من محمود عبد العزيز. محمد بسام، وادي عمرو السوليه، ومحمد بسام طبعا هو عارف ان سمير محمود عثمان عامل له كمين، لو قعد هيدي له انذار، لو قعد هيطرده، فبالتالي الراجل ما عملش اي حاجه النهارده. بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع، ما تنسوش حضراتكم ان لقاء الزمالك مع القناه عقب هذا اللقاء الساعه 6، لقاء هيكون حاسم بالنسبه للزمالك. لغايه دلوقتي النتائج يعني ايه، النتائج مساعده اتحاد الشرطه، عنده 29 نقطه حتى الان، ما نعرفش بتروجيت هتعمل معاه ايه، وبتروجيت عندها 33 نقطه حتى الان، والاسماعيلي عنده يعني 27 نقطه حتى الان، والزمالك 25 نقطه حتى الان. اي نقاط بتروح وتيجي حتى الان بتبقى لصالح الفرق حتى الان، وتسقيطه داخل المنطقه، اوه، ويطير عليها محمد بسام ويطلعها وفرصه هدف النادي الاسماعيلي في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع، وينقذها محمد بسام، وتتلعب كرة داخل المنطقه، كرات ساقطه، والسنترافات اسلام ومحمود وجدي ومحمود حمدي عاملين مباراه كويسه جدا، وراهم بسام راجع معاهم، ايهاب المحص وراجع معاهم القطاوي، والكرات العرضيه بالزوفه هنا وهنا، انما العاب الهوا يتميز بها طلاء الجيش حتى الان، ما فيش سنتر فيرود بيجيد العاب الهوا، لا جون انطوي ولا زيكا، وعم كوفي رايح ناحيه الشمال، الكرات العرضيه بالزوفه كلها ملك طلاء الجيش زي ما حضرتك شايفين، طالعه نازله، وضربه مرمى لطلائع الجيش. بنلعب في الدقيقه الرابعه من الوقت البدل الضائع اللي مدته خمس دقائق، وهيئه محللي سي بي سي 2 بتهل على الاستوديو، وعندهم كلام كتير النهارده، وعندهم ماتش تاني كتير وتوقعات كتير، وفي ابتسامه على وجه الكابتن ايمن يونس كده، وهنشوف ايه الاستاذ حسن مسكاوي هيقول ايه، والكابتن شوبير هينكشهم في ايه. وتتلعب الكوره، وعلى فكره هجمات الاسماعيلي، ولكن نقطه برضه هتضر فرقتين، وتتلعب الكوره وشوقي وفوق. الاسماعيلي النهارده الصراحه لعب عشوائيه، ما تحسش ان في درويش بتلعب، ما تحسش ان في انسجام بتلعب، يا دوبك في الشوط الثاني لحقوا نفسهم في نص الملعب بعد التغييرات اللي عملها مستر ريكاردو.
حلمي طولان اصطاد الاسماعيلي بكم شغل في الملعب. بدأ الأول بضغط في نص الملعب امتص بيه حماس الإسماعيلي، ثم بدأ بهجمات، ثم استغل سوء حالة محمد صبحي وبهدفين، واحد لإسلام كمال وبعد كده واحد لصلاح أمين، ثم رجع في نص ملعبه في الشوط الثاني وعمل هدف من ضرب الجزاء بعد 4 دقائق، ونجح حتى الآن في أنه هو يحافظ على 3 أهداف اللي دخلوا مرماه مقابل هدفين في 3 أهداف في مرمى الإسماعيلي مقابل 2 في مرمى الجيش. بنلعب في الثواني الأخيرة من الوقت البدل الضائع اللي مدته 5 دقائق، وهنشوف هل سمير محمود عثمان هيصفر ولا هيديه. بصوا الجيش لما بيحاول انه يهاجم ليه شكل هجومي وانتشار بيبقى كويس وبيضغط هنا إدارة مرمى. ميزة الجيش ان هو لما بيبقى معاه كوره في انطلاقات على اجنبه في العمق اللي معاه كوره بيلاقي، ومسته برضه في الارتداد الدفاعي كويس جدا، وبالتالي الدرويش لم نراها النهارده، وعلى هذا الاساس صفر محمود سمير محمود عثمان بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز طلائع الجيش ب 3 أهداف لإسلام كمال وهدفين لصلاح أمين مقابل هدف لجون أنطوي، عشان يرتفع رصيد طلائع الجيش بمفاجأة كبيرة جدا إلى 18 نقطة، ويتوقف رصيد الإسماعيلي عند 27 نقطة، ويسعد الزمالك بهذه النتيجة اللي هيلعب بعد شوية مع القناة. يا ترى الاتحاد الشرطة مع بتروجيت إيه هيرد لكم عليها بقى الاستوديو التحليلي النهاردة بقيادة الكابتن أحمد شوبير وهيئة محللين سي بي سي 2 والناقد الرياضي حسن مسكاوي والكابتن أيمن يونس. لازم أشكر مدير إدارة الإنتاج إبراهيم علي ومدير الإنتاج محمد عطية ومحمد فهمي وعصام عصام أجازة ورئيس التحرير وليد عبد السلام، والمعدين بدأوا يساعدوا محمد حامد ومايكل مجدي ووليد قاسم ورأس الملعب نانسي القاضي ومدير تسجيل محمد العشري ومساعد مخرج هويدا النجار ومخرجنا الجميل محمد عظيمة. وأترككم مع استوديو التحليلي على أمل أن نلتقي بعد يعني وقت قصير جدا مع لقاء الزمالك وإنبي، فإلى استوديو التحليلي فإلى هناك.